هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. هلأ صار وقت أنه يكون معانا الزميل المدير التنفيذي لمركز وموقع طقس العرب محمد الشاكر، ولكن بصورة ثانية مختلفة لطقس اليوم، غير عن الصورة المتعودين عليها بالشاشة والأشياء المحوسبة. محمد صباح الخير، وكلنا حنشوف حاليا ورح نعرف شو محضر لنا محمد لما يقولنا صباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير أسامة، وصباح الخير لجميع الإخوة المشاهدين. زي ما أنت شايف أسامة، اليوم النشرة الجوية بطابع مختلف تماما عما يعني أنا متعود عليه، وكما برضو المشاهدين متعودين عليه. زي ما أنت شايف أسامة، اليوم النشرة الجوية نشرة ورقية، استذكارا وإجلالا وتقديرا للجيل الذهبي الذي قاد تأسيس قطاع الأرصاد الجوية في الأردن وفي الوطن العربي. رح نشرح اليوم الأحوال الجوية حقيقة كيف ستكون بمشيئة الله تعالى، ولكن كما كانت تشرح في السابق عندما لم تكن التكنولوجيا متوفرة، وعندما لم تكن العديد من الموارد التي سهلت في هذا القطاع الحصول على المعلومة الجوية لم تكن موجودة. وبالرغم من هذه التحديات كانت الأردن تشتهر في السابق بالتوقعات الجوية. طبعا يعني من أهم الأشخاص الذين عملوا على تأسيس قطاع الأرصاد الجوية المرحوم الدكتور علي عبند، الذي ارتبط بقطاع الأرصاد الجوية والطقس. اليوم أسامة راح يكون أيضا معك فيديو عن هذا الشخص الذي ربما بعض الأشخاص لا يعرفوه، خاصة الجيل الجديد، ولكن هو لدى الجيل القديم مرتبط كان دائما بالطقس والأحوال الجوية. فصباح الخير مرة أخرى من جديد أسامة. اليوم حسب آخر الخرائط الجوية التي يعني قمنا وأنا قمت شخصيا برسمها بحسب المعلومات الواردة، بل أنا ما بدي أقطع حكيك، بس أنا حاب نحكي للأخوة المشاهدين. 4 ساعات تقريبا قاعد رسم الخريطة هاي، رسمتها بإيدك صحيح. محمد صحيح؟ صحيح نعم 100%. يعني تقريبا مثل هكذا خرائط تحليلية تحتاج وقت كبير جدا في الرسم، وأيضا يعني هذه الخريطة الآن في الوقت الحالي في التكنولوجيا متاحة بثواني. فكانوا يعني مؤسسي هذا القطاع وأساتذتنا في السابق يقوموا برسم هذه الخرائط يدويا، وتحتاج منهم 3 و4 و5 ساعات. اليوم هي متوفرة بشكل سريع جدا، وهذا لا يمنع أننا يعني نقف تقديرا لهم كيف كانوا يوفروا هذه المعلومة الجوية ويقوموا بالعمل الشاق لتوفير المعلومات الجوية في 70s و80s و90s القرن الماضي. فبالفعل أسامة، هذه خرائط الضغط الجوي السطحية والجبهات الهوائية، تشير هذه الخرائط أنه ساعات صباح هذا اليوم يتمركز إلى المنطقة الشمالية من مصر منخفض جوي عميق. هو هذا المنخفض الجوي منخفض خماسيني، ويؤدي إلى اندفاع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق، وهذه الرياح تعمل على تشكل عواصف ترابية. هناك الآن فوق الأراضي المصرية عواصف رملية قوية جدا تؤثر على عموم الأراضي المصرية، ويتوقع أن أيضا تتشكل المزيد من العواصف الرملية في المناطق الجنوبية من المملكة والمناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الجنوبية لفلسطين. وبالتالي نتوقع خلال ساعات نهار هذا اليوم أن يزداد تأثر المملكة بارتفاع كبير لمستويات الغبار وحدوث موجات غبارية تصل إلى حد العاصفة الرملية خاصة في المناطق الصحراوية، الأمر الذي يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع لافت في درجات الحرارة نتيجة وجود هذه الجبهة الهوائية الدافئة المشار إليها باللون الأحمر، حيث ربما تصل درجة الحرارة اليوم ظهراً في العاصمة عمان إلى حدود 30 درجة مئوية. وطبعاً هذه طبيعة المنخفضات الجوية الخماسينية. هذا منخفض الجوي الخماسيني من المتوقع مع ساعات مساء هذا اليوم يتحرك باتجاه الشمال باتجاه الأراضي التركية، ولكن على الجانب الآخر نجد أن هناك مرتفعاً جوياً كبيراً
في المنطقة الغربية للقارة الأوروبية. هذا المرتفع الجوي يؤدي أيضا إلى اندفاع هواء بارد بشكل كبير جدا نحو المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. الحقيقة أن هذا الهواء البارد هو من أصل قطبي وسيندفع إلى مناطق تركية، وسيؤدي هذا الاندفاع للهواء القطبي إلى تساقط الثلوج على أغلب مناطق تركيا بما فيها حتى مدينة اسطنبول التي تقع تقريبا على مستوى سطح البحر، في حدث غير معتاد لشهر أذار خلال اليومين القادمين، ودرجات حرارة ستهبط بشكل كبير. بقايا هذه الكتلة الهوائية الباردة ستصل المملكة يومي الخميس والجمعة والسبت، تهوي بها درجات الحرارة إلى مستويات شتوية مرة أخرى، وبالتالي هناك انقلاب جذري على درجات الحرارة بين اليوم والأيام القادمة. هناك فرص للأمطار خلال يومي الخميس والجمعة، أيضا درجات الحرارة ليلة الجمعة على السبت بسبب هذا الهواء القطبي القريب من المملكة ستهبط إلى مستويات متدنية بشكل قد يسمح بتشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة، وبالتالي تنبيهات مبكرة لإخواننا المزارعين من الآن بالانتباه وعمل ما يلزم لحماية مزروعاتهم من مخاطر تشكل الصقيع في المملكة ليلة الجمعة على السبت. إلى ذلك الحد يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، إذا مع تحرك هذا منخفض الجوي نحو تركيا يتوقع أن يندفع هواء بارد نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، يؤدي في المملكة على وجه الخصوص إلى حدوث انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة وهطول لبعض الزخات من الأمطار خاصة يومي الخميس والجمعة، وأيضا درجات حرارة في ساعات ليلة الجمعة على السبت تهبط إلى مستويات تسمح بتشكل الصقيع. أما اليوم فالمملكة تقع ضمن النطاق الدافئ لهذا المنخفض الجوي الخماسيني، رياح جنوبية مغبرة ونشطة مع هبات قوية في بعض المناطق، والسبب في ذلك يعود إلى أن هناك مرتفع جوي قوي يسيطر على أغلب مناطق شمال القارة الإفريقية امتدادا إلى القارة الأوروبية، وتواجد منخفض جوي على الأراضي الروسية. الأحوال الجوية اليوم في المملكة، من المتوقع أن يكون الطقس مغبرا في كافة مناطق المملكة، هذه الرموز تعني أن الطقس سيكون مغبر في معظم مناطق المملكة. أيضا اليوم تهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى مستويات قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة وأكثر في المنطقة الجنوبية. هذا الأمر يتسبب بحدوث عواصف رملية في المنطقة الجنوبية وربما أيضا المناطق الشرقية من المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى تدني كبير متوقع في مدى الرؤية الأفقية، وقد تنعدم مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرقات الخارجية نهار هذا اليوم، كما تظهر كميات كبيرة من السحب والغيوم تزامنا مع هذا المنخفض الجوي الخماسيني، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى هطول زخات موحلة أو طينية من الأمطار في بعض مناطق المملكة تزامنا مع هذه الأحوال الجوية الخماسينية، والطقس أيضا جاف ومغبر. أيضا نتوقع أن ترتفع مستويات الغبار بشكل لافت في باقي المدن الأردنية بخلاف فقط المناطق الصحراوية، ربما في العاصمة والمناطق الشمالية ترتفع إلى مستويات عالية، وبالتالي ننبه مرضى الجهاز التنفسي والربو ومرضى العيون وحتى مرضى كورونا بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج إلى الخارج اليوم بسبب ارتفاع لافت في مستويات الغبار في الأجواء. أيضا اليوم يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية بشكل كبير جدا على خليج العقبة، ويتوقع أن ترتفع الأمواج في منطقة خليج العقبة إلى تقريبا حوالي أكثر من متر ونصف، وبالتالي هناك اضطراب كبير في البحر، لا ينصح بارتياد البحر اليوم في خليج العقبة، وضرورة الانتباه ومتابعة النشرات الدولية من السلطات الملاحية هناك. هناك توقعات بأن تغلق أيضا قناة السويس اليوم بسبب هذا الاضطراب الكبير المتوقع على البحر، وبالتالي قد يكون نفس ذات الأمر في منطقة خليج العقبة نتيجة الرياح الجنوبية الشديدة المتوقع أن تهب على منطقة الخليج خليج العقبة. وأيضا نستعرض سويا درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض مدن ومحافظات المملكة، في عمان ومادبة 30 درجة مئوية في ساعات النهار قد تصل، لكن نلاحظ هبوط درجات الحرارة بشكل جذري خلال ساعات الليل القادمة، بداية انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من ساعات المساء تهبط إلى 10 درجات مئوية، هناك 20 درجة مئوية فرق ما بين ساعات نهار هذا اليوم وساعات الليلة القادمة، فهناك انقلاب جذري على درجات الحرارة. إذن في عمان ومادبة 30 إلى 10 درجات مئوية، في مناطق إربد وجرش 28 إلى 12 درجة مئوية،
في الصلت وعجلون حوالي 26 درجة مئوية ل 10 درجات. في البادية الشرقية والمفرق والزرقاء من 33 نهارا الصغرى 13 درجة مئوية. في الكرك والطفيلة تقريبا من 26 إلى 7 درجات مئوية. في البادية الجنوبية ومعان 33 في ساعات النهار والصغرى 10 درجات مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع ومدينة العقبة ترتفع درجة حرارة في ساعات النهار إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط في ساعات الليل إلى 16 درجة مئوية. هناك طبعا تنبيهات هامة اليوم بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة، ضرورة الانتباه أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية المتوقع خاصة على الطرق الخارجية نتيجة الرياح المغبرة، وتدني كبير متوقع نتيجة العواصف الرملية. تنبيه مرة أخرى لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون ومرضى كورونا شفاهم الله جميعا بضرورة عدم الخروج إلى الخارج بسبب ارتفاع كبير في دقائق الغبار ومستويات الغبار في الأجواء، وضرورة التأكد من إحكام إغلاق النوافذ داخل المنازل في شتى مناطق المملكة. أيضا ننبه اليوم من ضرورة الانتباه من الانقلاب الجذري على الأجواء المتوقعة بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات هذه الليلة. أسامة، أعود فقط وأذكر قبل الختام بتوقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. يوم الأربعاء من المتوقع أن يطرأ انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة تقريبا حول المعدلات المعتادة. اليوم في العاصمة عمان تسجل درجة حرارة تقريبا 30 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت بأكثر من 12 إلى 14 درجة مئوية. غدا تكون درجات حرارة حول 15 درجة إلى 17 درجة مئوية. الأجواء غدا أبرد بكثير من اليوم، تبقى مغبرة، رياح نشطة تؤدي أيضا إلى استمرار تشكل العواصف الترابية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. الصغرى ليلة الأربعاء حوالي 7 درجات. يوم الخميس والجمعة يتحول المنخفض الجوي الخماسيني إلى منخفض جوي شتوي، يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس وكبير وحاد آخر على درجات الحرارة. تتهيأ الفرص لهطول بعض الأمطار أيضا خاصة يوم الجمعة، وتكون مثلا درجة حرارة يوم الخميس 14 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار، تهبط ليلا إلى 5 درجات مئوية ليلة الخميس على الجمعة، في حين تكون يوم الجمعة درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 12 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات بشكل لافت، مع أجواء باردة في ساعات النهار مع فرص لهطول الأمطار أيضا. ولكن ليلة الجمعة للسبت تهبط درجة حرارة في العاصمة عمان إلى حوالي 3 درجات مئوية فقط، وهي درجات حرارة من عمق الشتاء، والأجواء ستكون في ساعات ليلة الجمعة للسبت شديدة البرودة في بعض المناطق مع توقعات بتشكل الصقيع. هذا كان كل ما لدي أسامة. هذه النشرة الجوية كانت ورقية، تحية إجلال وإقدار وإكرام للجيل الذهبي الذي قاد عملية تطوير قطاع الأرصاد الجوية في السابق في الأردن في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، يعني الذين كانوا يقومون بعمل هذه الخرائط يدويا، واليوم أصبحت متوفرة بشكل فوري عبر التكنولوجيات التي تم تطويرها في قطاع الأرصاد. هذا الجيل أسامة الذي انتقل أو نقل التكنولوجيا إلى دول أخرى في الوطن العربي لاحقا، أو نقل قطاع الأرصاد إلى دول أخرى في الوطن العربي، يعني منا كل الشكر لهم على جهودهم خلال الفترات الماضية. عودة إليك أسامة.